تتميزوا أيضا بأنها تفتح باب التظلم للمتسابقين بعد اطلاعهم على النتائج يوم أو يومين، وكذلك لها تصفيتان. التصفية الأولى يختار من بين المتسابقين 30 طالبا من أجاويد الطلاب، ثم بعد ذلك تكون التصفية الأخيرة، وهذه التصفية يختار منها 10 الذهبية التي تسمى بالذهبية، وهي طبعا تحمل هذا اللقب الكريم، وترقب كذلك بالعشرة الذهبية لجائزة الشيخ القراء. 3 منها لهم جوائز قيمة، والباقي يكرم كما هو معروف بالتكريم مادي ومعنوي كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وجزى الله القائمين عليها خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه.